المجلس العسكري الانتقالي في السودان يدعو قوى الحرية والتغيير للاجتماع الأحد المقبل. الحكومة اليمنية ترفض إعلان الحوثيين الانسحاب الأحادية من الحديدة وتعتبره مضللا. الولايات المتحدة ترسل صواريخ باتريوت إضافية للشرق الأوسط ردا على تهديدات إيرانية. فجرا هذا موجز الأهم الأنباء من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم. دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع الأحد المقبل في مسعى لحسم المجلس السيادي. كما قالت مصادر إن قوى الحرية والتغيير ستجتمع مساء اليوم لتوحيد مقترحاتها وتشكيل قيادة موحدة للحوار. كانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت الأسبوع الماضي ما أسمتها وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. رفض الفريق الحكومي في لجنة التنسيق حول الحديدة إعلان ميليشيات الحوثي إعادة الانتشار في المدينة من جانب واحد. كما وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات عرض الميليشيات الحوثية بغير الدقيق والمضلل، ويعد استنساخا لمسرحية هزلية لا تتيح مبدأ الرقابة والتحقيق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تقبل به. قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إن بلاده منعت صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يحاول تشويه الأوضاع في محافظة إدلب السورية على حد تعبيره. وعقد المجلس اجتماعا طارئا مغلقا بناء على طلب من بلجيكا وألمانيا والكويت لبحث الأوضاع مع تصعيد الهجمات على إدلب، حيث أعرب المجلس عن قلقه من تطورات الأوضاع في المحافظة. كان رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قد حذر من أن صراعا شاملا في آخر معقل رئيس لمسلحي المعارضة في إدلب يمكن أن يولد كارثة إنسانية لا يمكن تصورها. قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي يقف مع قبرص في نزاعها مع تركيا بشأن عمليات الحفر البحري. وأضاف تاسك أنه يتوقع أن تحترم تركيا الحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان على نشر صواريخ باتريوت وإرسال سفينة هجومية للشرق الأوسط على خلفية تهديدات إيرانية، مؤكدا أنه من المهم أن تفهم طهران أن أي اعتداء على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب على حد تعبيره. أضاف خلال مؤتمر صحفي أن قوات بلاده موجودة في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن حسب تعبيره. أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مدينة سوتشي الروسية الثلاثاء المقبل في أول زيارة له لموسكو منذ توليه مهام منصبه. أضاف المسؤول الأمريكي أن بومبيو سيبحث مع المسؤولين الروس ملفات الحد من التسلح وأوكرانيا وسوريا وإيران وفنزويلا. بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار عبر extranews.tv. في أمان الله.